قبل ساعات صدر قرار إداري من نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر بإيقاف كل من حسن شاكوش ورضا البحراوي عن العمل وعدم منحهم أي تصريح لمدة شهر كامل، وده بسبب تصرفاتهم والتجاوزات اللي وصلت لحد القصف والسب لبعضهم، وده طبعا شيء خارج عن القانون والأداب العامة وتصرفات ما تليقش أبدا بالفن أو حتى الفنانين، وده بيعتبر مخالفة صريحة لقانون النقابة رقم 35 لسنة 1978، وطبعا فقدهم شرط من شروط العضوية. والقرار طبعا طلع بعد حملة الشتم والتنمر بينهم على السوشيال ميديا على خلفية مشكلة حصلت بينهم في أحد الحفلات، وتطورت لحد ما طبعا قام حسن شاكوش بشتم رضا البحراوي وعائلته من خلال أغنية في حفلة لايف قدام الجمهور بطريقة مش لائقة أبدا. طبعا الموضوع كبر بشكل كبير على السوشيال ميديا، والجمهور استاء من اسلوب التنمر والاخذ والرد اللي حصل بينهم. ومن شويه ايمن بهجت قمر نشر تغريده قال فيها ان الدكتور خالد عبد الجليل رئيس رقابه المصنفات الفنيه اصدر قراره بتحرير محضر اداب لوقعه حفله حسن شاكوش ورضا البحراوي. ودلوقتي سكرتير نقابه المهن المايسترو احمد رمضان معانا على الهاتف علشان يوضح لنا اكتر تفاصيل عن القرار. مساء الخير يا استاذ احمد. مساء الخير مسلم. احنا سعيدين طبعا بوجود حضرتك معانا النهارده، وحب اعرف منك النقيب هاني شاكر اصدر البيان اللي طبعا قلناه من شويه، فعايزين نعرف منك قصدكوا ايه بالظبط بتوقفهم عن العمل تماما. هل ده معناه ان هم مش هيغنوا تاني خالص؟ لانه في نفس الوقت انتوا ذكرتوا برضو انه منع التصاريح لمده شهر، فريق بس لو توضح لنا الامر اكتر. هو الـ 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 الفكره في اللي حصل كان زياده عن اللازم، تنمر بشكل مش طبيعي، مخيف، تراشق بألفاظ يعف الفنان على انه يتكلم بالاسلوب ده او بالطريقه دي. فكان وضع طبيعي ان يحصل القرار اللي حصل بايقافهم عن العمل وعدم منحهم تصريح لمده شهر 30 يوم. دي خطوه اولى اللي هو عشان يبقى فيه التزام بكل ما هو بكل ما هو بمسؤوليه الكلام، انا اتكلم ازاي، اتعامل ازاي على المسرح، لان ما ينفعش يبقى فنان واقف على مسرح ويتنمر ويتراشق. والجمهور كان بيردد معاه يا استاذ احمد، الجمهور كان بيردد معاه، يعني بيشجع الجمهور كمان. ما هو هو كان بيتعامل على انه هو بيغني اغنيه ودي اغنيه المفروض انها كانت موجوده في فيلم، بس هو ابتدى يضيف عليها كلام تاني، كلام غير لائق، ان الجمهور هيبقى معاه. نعم نعم. طيب استاذ احمد، نحن حابين نعرف على اي اساس النقابه تحركت واتخذت هذا القرار؟ يعني هل مثلا وصلتكم شكاوي من الناس او فنانين، او لما الموضوع كبر في السوشيال ميديا انتم اتخذتوا القرار هذا؟ هي المفاجأة ان الموضوع خد حجم كبير على السوشيال ميديا، وابتدى كل واحد ينشر فيديوهات بيتكلم فيها عن الاخر بشكل مش مظبوط، بتنمر وبتراشق بالالفاظ، فكان وضع طبيعي ان النقابة تتدخل في الموضوع. نعم. على طول مباشرة من غير ما استنى حد يشتكي. نعم نعم. طيب استاذ احمد، هل انتوا اخذتوا القرار قبل مثلا لما تواصلتوا مثلا مع رضا وشاكوش وحذرتوهم ان هم يوقفوا الاخذ والرد على السوشيال ميديا، ولا اخذتوا قراركم فجأة من غير حتى ما تحذروهم؟ بص انا هقول لحضرتك على حاجه، الموضوع ده داير بقاله النهارده تقريبا بتاع اسبوع. صحيح صحيح. فاللي هو قلنا في اوله في بدايته ابتدينا نسمع من بره، فقلنا ادام ما حدش اشتكى خلاص يبقى الموضوع خلص وكده. فجاه جميل. الموضوع ما خلص لا، والموضوع بيتفاقم وبيزيد، فلا اقف انت وهو شويه بقى وبعد كده نبقى نتقابل بعدين. نعم. احنا ممكن نعمل ايه؟ نعم نعم. طيب استاذ محمد، اول حاجه عندي سؤالين يخص الموضوع. السؤال الاول، سبق ونقابه الموسيقيين وقفوا بعض مغنيين المهرجانات ولقيناهم بيعملوا حفلات، هل حيتكرر الموضوع هذا مره ثانيه؟ ولو تكرر ايش حيكون موقفكم؟ ما اعتقدش انه يتكرر، وما اعتقدش ان هم مش هيلتزموا، لان في حاله التزامهم الموضوع هيتصعد، مش هيتصعد، هيبقى على قد ممتاز ولشهر وخلاص. اها واضح. طيب نحن نبغى نعرف كمان بعد صدور القرار استاذ احمد، هل مثلا حسن شاكوش يعني مثلا صار اتصال اعتذار من قبله تجاهكم؟ حابين نعرف. لحد دلوقتي ما حدش فيهم تواصل معانا. صدر القرار والسيد رئيس لجنه العمل كلم كل منظمين الحفلات والمتعاقدين بمنعهم وعدم العمل معهم،
وإيقاف كافة التصاريح اللي صادرة للحفلات. طيب أستاذ أحمد، أيمن بهجة أمر نشر تغريدة بتقول أن الدكتور خالد عبد الجليل رئيس النقابة على المصنفات الفنية أصدر قرار بتحرير محضر أداب لواقعة الحفلة، فهل فعلا تم التنسيق معاكم كنقابة مثلا في القرار ده؟ لا للأسف ما تمش التنسيق. إنما الدكتور خالد عبد الجليل بما أنه رئيس الرقابة على المصنفات الفنية من حقه وبيدي ترخيص للحفلات من حقه يعمل محاضر للمخالفين. طيب أستاذ أحمد، قبل ما نختم معاك بس في اتصالك معنا، أنت إيش تعليقك على الحالة اللي حصلت كاملة هذه وإيش رأيك فيها؟ والله أنا زعلان إن الفن المصري يوصل بالشكل ده، وإن المفروض إن دي ناس فنانين تبقى بتتعامل بالأسلوب ده. المفروض إن أنت فنان، الفن المصري العقود طويلة هادف للقيم وللأخلاق. صحيح. إنما اللي حصل النهاردة ده بعيدا عن أي بيهدر الأخلاق وبيهدر الفضيلة، وبتبقى ممارسات من يعني مش عايز اقول لحضرتك ان المفروض انا واقف على جمهوري ليه احترامه. نعم. المفروض صحيح. وزملائي كمان، زملائي الفنانين والمهنه بكام طيب ما تبقاش جمهوري، والمفروض ان انا فنان انا قدوه.